الان كنتواجد في مركزيه مجموعه الجزائر حينذاك بجامعه الواد اقليم ورزات. كنستضيفوا في هذا النهار هذا جمعيه ابيتر تومورو، قاموا بمجموعه من الانشطه، انشطه ترفيهيه، تثقيفيه، توعويه، تحفيزيه كذلك، من خلال واحد الزي موحد اللي وزعوه وهو زي شتوي لفائده هؤلاء التلاميذ والتلميذات. كذلك بمبادره منهم قامت واحد الجمعيه اخرى بتزيين ديال الجدران الفصول الدراسيه من الداخل ومن الخارج، وكذلك السور ديال المؤسسه بجداريات جميله جدا. كنتمنى لهم التوفيق جميعا وشكرا. اليوم جمعيه نبض الشباب للتنميه كتساهم في هذا النشاط هذا. قامت جمعيه نبض الشباب بتزيين الفضاء اللي ردينا فضاء جميل يعني اللي غادي يروق الجميع. اليوم نشارك بورشات وكنتمنى انه نمشيو بعيد مع في هذا العمل الجمعوي مع الجمعيتين من اجل تغيير فضاءات ديال المؤسسات التعليميه الى الافضل.